السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله في مجموعة أسئلة حلوة مجمعها لكم. إن شاء الله في حاجات متقاربة لبعضها، يعني لازم نركز أوي 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 وما نحفظش حاجة، نفهم السؤال جاي إزاي عشان يبقى سهل الإجابة إن شاء الله. طبعا الأسئلة معظمها واضحة وباينة عشان الوقت، هقرأ لكم بس رأس السؤال والاختيارات موجودة. بس قبل ما أبدأ ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونضغط على الجرس ونختار الكل عشان يوصل لكم كل حاجة قديمة وجديدة إن شاء الله، ونستفيد مع بعض ونفيد زمايلنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نمرة واحد، الجهاز الليمفاوي يشبه الجهاز الدوري في أن كل منهما لديه النواتج او الاختيارات باينة واضحة عشان ما يبقاش فيها اي حاجة وتضيع وقت. نمرة اتنين، النسيج الذي له القدرة على الانقسام الميتوزي في النبات هو، نفكر حاجة من الاربعة اللي قدامنا. نيجي بقى في شكلين بصراحة ملخبطين طلبة كتير على اليوتيوب، والشكلين متشابهين مع بعض، يعني انا حاطط لكم سؤالين متشابهين كل في وضعه، يعني في حاجة تبع النبات وحاجة تبع ايه الانسان. من الشكل المقابل، الخاصية التي تنتقل بها المادة ايه بين الخلايا هي. طبعا لازم نبص كويس جدا جدا، ده جدار خلوي ومشور لنا عليه، نبص كويس حرف الايه واصل لفين، هل هو ماشي في الجدار الخلوي ولا ماشي جوه، نبص كده ونفكر في الاجابة. السؤال اللي زيه بالظبط رقم خمسة، بصوا كده، هنا في الجدار الخلوي واضح جدا المسار في الجدار الخلوي، يبقى لها إجابة. طيب رقم ثلاثة، جوه داخل الإيه الفجوة العصارية، خلاص داخل الخلايا من جوه والفجوة العصارية مش في الجدار الخلوي، يبقى الرسمتين دول نركز فيهم بقدر الإمكان. برضو الحاجات المشابهة هنا عندنا سؤالين، السؤال الأول بالنسبة للضغط الدم، طبعا دي مكتوبة بالنص كده في الكتاب ولذلك المحتوى لازم نفهمه يا جماعة. ضغط الدم ليه طريقة معينة، بيقول لي الشكل المقابل يودع سريان الدم في الأوعية الدموية، ماذا يحدث الجزء رقم ايه ثلاثة، رقم ثلاثة هنا اللي هو ده. خلاص السؤال اللي زيه رقم ستة برضو مهم جدا، بيقول لي ماذا يحدث الجزء رقم واحد، يبقى السؤال رقم أربعة كان ماذا يحدث في الايه في الجزء رقم ثلاثة، والكلمتين زي بعض، الشكل المقابل يوضح سريان الدم في الاوعيه الدمويه، خلاص ما قاليش وريد ولا شريان ولا شعيرات دمويه ولا وعاء ليمفاوي. ماذا يمثل الجزء رقم واحد هنا وماذا يمثل الجزء رقم ثلاثة هنا في السؤال رقم ثلاثة، ركزوا كده في السؤالين مهمين بصراحه. خلاص يبقى ديت برضو اسئله ايه من اللي فيها تكات، يعني لازم نفهمها كويس، وان شاء الله نجاوب هذه الاسئله بإذن الله معاكم بكرة إن شاء الله. ندي فرصة، إن في بعض الناس بيقول يا مستر حل على طول، طبعا دي مش طريقة، المفروض ننتظر، اللي عايز يفكر، اللي عايز يعطي لنفسه وقت للتفكير فيها، وبعد كده نتقابل بعدها بيوم إن شاء الله، أو ممكن في أي وقت، يعني ممكن في أي وقت تلاقيني إيه دخلت وقمت إيه جاوبنا مع بعض مع مزيد من الشرح فيه. عند صبغ قطاع أراضي لساق نبات ذو فلقتين بمحلول اليود، نركز يود مش لون احمر، ذو بمحلول اليود اي مما ياتي تتوقع ان يظهر بلون ازرق داكن، اي حاجه من الاربعه دول ممكن يظهر بلون ايه ازرق داكن. السؤال رقم 8 بصراحه مهم، ازيلت الحويصله او الحوصله الصفراويه اللي هي المراره من شخص ما، اي مما يلي تتوقع حدوث. طلبه الازهر اللي زعلانين اللي احنا ما بنهتمش بيهم، هي نفس الأسئلة بالمناسبة، هنا اختار وطلبة تانية ثانوي اللي ممكن يجي لهم أسئلة مقالية، ممكن السؤال ده يجي في صيغة ماذا يحدث لو أزيلت الحوصلة الصفراوية من شخص ما، خلاص ماذا تتوقع يعني ماذا يحدث. بس يبقى دي حاجات برضو ايه نعرف النظام الايه اللي بيحصل في الامتحان. طبعا هنا في الشكل المقابل رقم 9، الشكل المقابل عند إزالة حلقة من الجذع في النبات فأي مما يلي من المتوقع حدوث، مش هو الله على الجذع اهو، الجذع ايه اللي شال منه، يبقى حلقه الجذع الايه المقطوعه، واضح جدا ايه اللي اتاثر، بس عشان ايه ما اوضحش اكتر من كده. دي رقم 9.
نيجي لرقم 10، أسئلة نهتم بيها شوية ونفكر فيها، وإن شاء الله انتظرونا في أي وقت بإذن الله نحلها. رقم 10، تتمثل أهمية الماء في عملية البناء الضوئي في أنه يعتبر، السؤال ده بالمناسبة فيه تك، يعني نفهم كده وبالراحة، لأن في بعض ناس كتير شاطرين اتلخبطوا فيه. عندي رقم 11، في الشكل اللي قدامي هنا نواتج التفاعل، وهنا ايه الزمن بالدقيق. من الشكل البياني المقابل الذي يوضح نشاط انزيم الاميليز نستنتج ان، نشوف الاميليز بيشتغل على ايه ونبدأ نقرأ، والكلام واضح وظاهر قدامنا في الشاشة. رقم 12، تختلف النباتات الخضراء عن بكتيريا الكبريت الارجوانية في، دي طبعا في عملية الايه البناء الضوئي، نركز قوي في السؤال، في اختلاف بين النباتات الخضراء عن بكتيريا الكبريت في حاجة من الأربعة اللي عندنا. رقم 13، أي من العناصر التالية لا يوجد في غذاء حشرة المن عند فحصه؟ حشرة المن لما اخترقت جزء معين من النبات، ايه اللي ممكن يعني ايه نتوقعه انه لا يوجد في ايه، في الفم بتاعها، يعني في الغذاء، يعني في اللحاء. بعد كده 14، الأيض الذي يفرز عصارات هاضمة لجميع أنواع الغذاء، أي من هذه الأربعة؟ طيب السؤال 15، يحتوي الشريان الرئوي على أعلى نسبة من، ركزوا، شريان رئوي رايح للرئتين، مش رايح يلعب، لا رايح يعمل حاجة، نفتكر بقى كده اللي بيروح مع الشريان الرئوي. طيب اللي بعديه، السؤال ده حلو برضه في فكرة، بيقول لي وضع نبات في ماء يحتوي على صبغة حمراء لمدة 24 ساعة ثم أزيل بعد ذلك هذا الماء الملون، يعني أو الصبغة الحمراء، وأخذت هذه القطعات من الساق، أي الأشكال التالية يوضح ذلك؟ أي الأشكال الآتية يوضح ذلك؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ يعني النبات لما اتحط فيه مية ملونة أو صبغة حمراء لمدة 24 ثم أزيل بعد ذلك وأخذت عدة قطعات من الساق، ركزوا في الكلمة، أي الأشكال التالية يوضح ذلك؟ إيه اللي حصل في اللون الأحمر أو الصبغة الحمراء وفي أي جزء في الإيه قطاع الساق؟ السؤال ده حلو برضه. رقم 17، في إحدى التجارب العملية قام أحد الطلاب بوضع 4 شرائح من البطاطس طول كل منهم 5 سم في محاليل ملحية مختلفة التركيز، ثم سجل النتائج في الجدول التالي. بناء على النتائج المدونة بالجدول، فأي مما يلي يكون المحلول الأكثر تركيزا؟ أيهما المحلول الأكثر تركيزا وما آثاره على شريحة أو على طول شريحة الإيه البطاطس؟ الإجابات واضحة جدا قدامنا. طيب السؤال ده 18 برضو حلو، أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لأنسجة الساق من الداخل للخارج؟ الناس اللي مش عايزين يذاكروا ومش عايزين يمسكوا كتاب ويقعدوا يجاوبوا بس، طبعا مش هيعرفوا، لأن في أسئلة كتير عايزة نفكر ونشوف تركيبة الساق من الخارج للداخل والعكس، ده الواضح من هذا السؤال. عندي السؤال 19 مهم جدا جدا جدا، وفي تكة حلوة برضه، بيقول لي في الشكل البياني المقابل أي الإنزيمات التالية مسؤول عن حدوث تغير في تركيز الأحماض الأمينية في الوريد البابي الكبدي عند النقطة سي؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ انا عندي نوع تركيز الاحماض الامينيه، وهنا عندي ايه الزمن، ايه الانزيم الانزيمات ديت اللي هيكون ايه شغال في هذه الجزئيه. نيجي للسؤال رقم 20، سؤال رقم 20، تحتوي بطانه الامعاء الدقيقه على خملات كما تحتوي بطانه الامعاء الغليظه على تحززات، ركزوا كده، كلاهما يلعبان دورا هاما في عملية الامتصاص. الإجابة أو الإجابات واضحة، أي واحدة؟ طيب السؤال اللي بعديه 21، عندما يتم استهلاك ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي استهلاكه، فأي مما يلي يوضح طريق انتشار ثاني أكسيد الكربون في الورقة بعد دخوله من الصخور؟ نمشي بالترتيب كده ونركز ونشوف الإجابة. رقم 22، تناول الطفل وجبة غذائية مكونة من القمح واللبن، ما الرقم الهيدروجيني المناسب عند ما الرقم الهيدروجين المناسب لعمل عدد من الإنزيمات معا على هضم هذه الوجبة؟ عندي أرقام نبص عليها. السؤال 23، تحتوي ورقة نبات القطن على جميع الأنسجة التالية ما عدا، في حاجة من ديت مش موجودة في ورقة نبات القطن.
اي من العناصر التالية. طبعا ممكن يقول لي كتان، ممكن يقول لي اي ورقة، المهم ورقة نبات. اي من العناصر التالية اللي يؤثر عليه غيابها على عملية البناء الضوء؟ في عنصر من العناصر الاربعة ما بتأثرش في عملية الايه، البناء الضوء. يشكو بعض المرضى، 25 سؤال ده جميل جدا، يشكو بعض المرضى الجهاز الهضمي بما يسمى ارتجاع المريء، والذي يسبب التهاب شديد في المريء. يمكن أن يحدث ذلك نتيجة خلل في الجزء رقم أي من هذه الأرقام الأربعة؟ نيجي السؤال رقم 26. الشكل المقابل يوضح قطاع تخطيطي في ساق نبات ذي فلقتين، أي الأنسجة المشار إليها ينتقل فيها السكر؟ ركزوا، مش ألوان، المرة دي مادة غذائية، مش هوضح أكتر من كده. 27. أي من التفاعلات التالية يتطلب وجود غاز ثاني أكسيد الكربون؟ نركز في السؤال ده برضه، سهل جدا بس فيه بعض التكات الصغيرة. 28. أي من العبارات التالية تصف الإنزيمات الموجودة بالفواكه والخضروات النيئة؟ أسئلة جميلة، بص عليها وشوف، وبص عليها بلغة الإيه، المذكر والمؤنث. من الشكل المقابل الغاز المتصاعد من التجربة هو، نفكر كويس السؤال ده، ما نستعجلش، فقاعات الغاز اللي طالعة دي مين؟ طالعة مش داخلة، ركزوا في الكلام. نيجي السؤال رقم 30 والأخير، ادرس الشكل السابق ثم حدد أي مما يلي ينهي أو ينهي عملية الهضم لهذا المركب. خلاص، في أربع إنزيمات همت، وبالراحة وبهدوء نفكر فيهم إن شاء الله. دي كانت أسئلة بصراحة يعني مختارة، ودي مهمة جدا جدا جدا، ونبدأ نفكر فيها، وأفكركم تاني بالأسئلة المهمة والمتشابهة، ونبص كده كويس للأشكال اللي عندنا. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.